الو، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. بخير خويا، الحمد لله، توحشت الله بزاف. يطول عمرك اختي عزيزه. انت لاباس؟ بخير الحمد لله. الله يبارك فيك. تقدري اختي عزيزه ترفعي صوتك واحد شويه باش يسمعوك الناس اللي معانا في البيت؟ واخا مش مشكل. اوكي، شكون معايا؟ صباح. صباح. منين اختي عزيزه؟ انا من مكناس. مكناس. تحيه الناس مكناس. شحال في السن ديالك؟ 26 عام. 26. من باغا ديري التيست؟ نسيت اللي باغا نديرو التيست. ماشي مغربي، منين؟ هو سعودي ولكن عايش في المغرب. أرحب، هلا والله. شو اسمه؟ زيد. زايد. اليوم غيولي ناقش. زيد. زايد من السعودية ومستقر في المغرب. يعني ما بين المغرب والسعودية، ولكن أغلب الأحيان كيكون في المغرب. لا تكتشد الضحكة من دابا. أيه، منين هو في المغرب؟ في المستقر. ما بين مكناس ومراكش وجديدة. بلاصة اللي كيجلس فيها بزاف يعني. بلاصة يعني كنت بلاصة وبلاصة بلاصة، ولكن أنا في مكناس، يعني الأغلب كيكون في مكناس. مكناس. شنو آخر؟ جديدة ومراكش. مراكش. شحال في عمر زايد؟ 45 عام. ويعني أنت وياه كم مع بعض؟ نعمين. في زواج ولا لسه؟ ما كاينش وما عمره ما غيكون. ليش يعني؟ ما وشنو غيكون؟ نكون واقعيين. شنو واقعيين؟ وضحينا اكثر. لا، نكون نشوف واحد اش كيكون كيخسر عليك البلاين، انا غادي نتزوج بيك، غادي خدها من عندي. كيخسر عليك الملاين. المهم، شحال كيخسر عليك تقريبا؟ ما نقدرش نقول تقريبا. تقريبا رقم تقديري يعني. شوف، حنا انا نعطيك واحد. هي على البنت اللي اتصلت البارح، قال لي جات من فرنسا. قالت لك شاري لها الطوموبيل والدار. اكيد ما غاديش يتزوج بيها. هي ما نقدرش. لا، اسمحي لي، الا كان حب بيناتهم يشري لها الطوموبيل والدار ويتزوج بها ويديرها في عينيه، ليش يعني ما راح يتزوج بها؟ اذا يخسر عليك الفلوس تعطيناه الحلوى. لا، ماشي عارف كان نمره. خليني فمك هي كلني سكتوا عليا حتى نتوما. اعطيني رقمه، ادي لي رقمه. 06. ايوه. اها، عاودي. سبعة وثلاثين. تمام، لا تتكلمي حتى أقولها لك. أوكي. أعيد رقمه مرة أخرى لأنه بيعطيني الرقم مشغل. أري، عاودي لي الرقم ديالو. 06. أها، هي. رقم طافي، ما عنده رقم آخر؟ لا. مشكلة. هذا الرقم عنده فيه واتساب؟ ما في واتساب. مكنش واتساب. اوكي، دابا حنا ما كنعرفوك ما والو. شنو هما الإنجازات اللي داير لك؟ شنو داير لك؟ شنو كيقدم لك مثلا؟ في داير لك سيارة؟ كاينة. ومنزل؟ كاينين. شو آخر؟ ثلاثة، ماشي واحد. ثلاثة ديور؟ شنو آخر؟ خالص. شنو داير لك زعما؟ شنو داير لك مثلا؟ ثلاثة ديور وطونوبيل، شنو آخر؟ عادي عادي، غير باش نستافدو. أنا نقول لك الصفة شنو هي؟ ما
باطل. لا يرضي عليك، وهاد الهضره غتقوليها لراسك، ما بني على باطل فهو باطل. حنا في واحد الدوله اسلاميه، هادشي في اخر المطاف ما غاديش تلقاي فيه نتيجه، فهمتي؟ ما غاديش تكون عنده واحد الحلاوه ديالو، فهمتي؟ حيت ما اختي صباح، انت كتبان لك كاينه نتيجه. انا دابا الا جيت نهضر معاك في المنطق غادي ما غاديش تعجبك هضرتي. الله يكمل عليكم بالخير اختي العزيزه. المهم يمكن لك تعاود الاتصال في اي وقيته، ومرحبا بك. اوكي يلا، الله يوفقك للخير ان شاء الله. حاولي الأمة، مهم عندك حياتك. الله يوفقك اختي عزيزه. عاود الاتصال في اي وقيته اللي عليا انا، هو ندير لك التيست. اوكي انا غنعاود نتصل عليه دابا، اذا جاوب راح اعمل له التيست، اذا ما جاوب ما والله رقمه طافي. يلا تحيه لك اختي العزيزه ومرحبا بك، وتحيه الناس ديال مكناس، الناس الجود والكرم. مرحبا. ندوزو المكالمة اخرى. ما عندنا ما نديرو الخوت في اخر المطاف، حنا كنبقاو ماشي سوقنا. ديجا كنتو عارفين الاستوار ديال طوني ونادو، هذا واحد السيد كاين في دبي، كان مع واحد البنت داير ليها نايت كلوب في مراكش، واخر موديل في المرسيدس، ودار في مراكش وشي 500 مليون في الاخر. طلعت ما كتبغيش هاد اللايف هذا، ما كاينش شي واحد فيكم ما تفرجش فيه. طلعت ما كتبغيش. اوكي دابا الا جيت نقول شي هضره كاين اللي ما غاديش تعجبو، سيغتو الناس بلادنا كتجينا عليهم من نفس وكنغيرو عليهم، ولكن دابا هذه كتشوف بواحد المنظور اخر. نتمنوا ان الهضره ديالها ما تموتيفيكمش وما ديروش بها، حيت هذه اصلا ماشي حياه، فهمتي؟ ما بغيتش نهينا هي، ولكن في نفس الوقت البنت ملي كتقرا ودير مستقبلها وتضرب على راسها وتجيب مثلا شي ولد الناس بالحلال وتعيش معاه بحال، حيت دابا هي غادي نسولها سؤال نقول لها صباح تقول لي نعم، نقول لها واش مرتاحه في هادشي؟ اكيد غتقول لي لا ما مرتاحاش. ملي غتحط راسها على المخده غتلقى راسها ما مرتاحاش، حيت هي كتعطي واحد الحاجه منها باش تاخذ، سوا ما كتعطيش ما غاديش تاخذ، واش فهمتوا؟ للاسف يعجز اللسان عن التعبير، سيرتو بنت بلادك ما غاديش تبغي لها شي حاجه اللي خايبه. خوت الحباب صحاب، هنا غادي يسالي البث ديالنا في الانستغرام، وغادي ندوزو مباشره للبث في الابليكاسيون ديال يوناو، تما غادي نتصلوا عاوتاني باحمد وغادي نصوني على فاطمه، التحقوا بنا الابليكاسيون ديال يوناو. كالعاده غنوريكم الابليكاسيون، راني فتحت ديجا اللايف فيها. الناس اللي جات معنا الخوت وركوا على السي محمد السري الفوق وديروا فولو باش يفون فتح اللايف يطلع لكم. الابليكاسيون اللي غادي يفتح فيها اللايف الخوت هي هاد الخضره هادي اللي كتشوفوا، راه السميه ديالها درتها في كومونتير لتحت. غادي تمشيو بسهوله لهاد البلاي ستور ولا الاب ستور على حسب التليفون اللي عندكم، غاتانستاليو هاد الابليكاسيون يونا وخضره. غادي تجيو ملي غتدخلوا ليها غيعطيكم باش بغيتو تدخلوا فيسبوك ايميل تويتر، غتدخلوا لهاد الدائره هادي وغتجيو لهنا غتكتبوا سي موحى انفو، غتضغطوا غتلقاوني راني لايف. ديجا فتحت اللايف. اوكي.